بسم الله الرحمن الرحيم. انا نصرة، وده دي انا هعمل النهاردة معاكم كفتة، بس مش كفتة لحمة ولا كفتة فراخ، هي عبارة عن ذرة، الذرة المشوي اللي احنا بناكله ده. كوز ذرة اهو، انا بس عشان كان قطع الشنطة فانا كسرته نصين. كوز ذرة وانا فردته اهو زي ما انتم حضراتكم شايفين، ماشي. ومعايا هنا خضرة، شبت وبقدونس وكزبرة، بس انا واخدة الورق بتاعهم بس. ومعايا هنا فصين توم، ومعايا هنا بصلية صغيرة، ومعايا هنا قطعة فلفل حرقة، تمام. ومعايا هنا بهارات مشكلة، كمون على فلفل على رشة جوز الطيب على كمون، مهم. ومعايا هنا توم باودر وبصل باودر، ومعايا هنا شوية ملح، ومعايا هنا نص كوباية دقيق، مش عارفة هستعملها كلها ولا أكتر ولا أقل، هنشوف مع بعض. ومعايا هنا كوباية عصير طماطم، ومعايا هنا فصين توم مهروسين. بسم الله الرحمن الرحيم، نسمي ونقول بسم الله. أنا هطحنهم. انا طبعا اخدت ورق الخضره بس ما خدتش العيدان عشان الميه، لان طبعا دي مش لحمه، فعشان ما تبقاش طريه قوي. الاول طبعا احنا ايه هنطحن الحاجات دي، وبعدين نشوف موضوع الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. هي محتاجة تنطحن شوية تاني، او ممكن ولا ممكن نحط الدقيق نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط ايه؟ مش هنحط كله، نشوف ايه ممكن تمسك ولا يكبرها. ممكن نحط ايه شويه الدقيق التانيين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دلوقتي طحنت الكفته، تمام. Thank you.
في الموضوع. دلوقتي بصوا حضراتكم اهي الكفته اهي تمام، ممكن نصبحها تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا حطينا ورق الخضرة بس على اساس ان لو ان هي اصلا مش كفتة لحمة، ده في النهاية ذرة اللي هو الاخضر ده، فلو حطينا احنا الخضرة بالعدام بتاعتها هتنزل مية كتير وهيبقى صعب، وهنفضل بقى نحط دقيق كتير، وطبعا يعني مش هيبقى حلو قوي. يعني الكفتة دي طعمها حلو بجد ولذيذة، واللي هو ممكن احنا اخواتنا اللي هم صايمين ممكن يعني تعتبر ان هم يعني مثلا ممكن ياكلوها في الصيام ما فيهاش مشكلة. فيعني الموضوع ظريف وسهل وبسيط ومش مكلف. انا محتاجة ممكن ابيل ايدي كده شوية عشان ايه تلزقش في ايدي، حاسه انها بتلزق فكده ده ممكن ايه تمام. انا هنشوف دلوقتي نعمل ايه. انا معايا طاسه اهي تمام، جربوها يا جماعة يعني، حتى جربوها كده في كوز ذرة واحد، يعني جربوها حتى في كوز ذرة واحد بجد والله هتعجبكم، طعمها حلو جدا
وبتبقى احلى واجمل لما بنحط لها قرن فلفل حراق او نص قرن فلفل حراق، بتبقى طعمها حلو قوي. كمان هتنفع اخواتنا الصايمين في الصيام، لانهم طبعا ما بياكلوش لحوم ولا حاجه، فدي تعتبر اكله نباتيه يعني فيها فايده حلوه، لان فيها ذره، الذره الاخضر ده اللي هو احنا بنشويه. طبعا موضوع جميل وبعدين بسيط ومش مكلف. يعني انا مثلا جبت 4 كيزان ذره ب10 جنيه. اللي انا عاملاه قدامكم ده كوز ذره واحد، مثلا هنقول ايه نص كوبايه دقيق، يعني الموضوع بسيط جدا. كمان الميزه فيها انه يعني اللي يجي ياكلها يحس انها كفته لحمه، ما يحسش خالص ان دي كفته حاجه نباتيه. غير كده كمان ما بتشربش زيت. يعني انا هوريكم اهوت، انا حمرت شويه دولت، يعني ما بتشربش زيت خالص. بس احنا طبعا لما هنعمل لها الصوص بتاعها اللي هي الطماطم ما نقعدهاش فيها كتير، يعني يا دوبك الصوص يغلي غلوه نحطها نطفي عليها. ليه؟ لان احنا طبعا عشان برضو للامانه لازم اقول لكم دي مش لحمه، دي مش لحمه هتمسك في ال، يعني ممكن قبل الاكل واحنا كده بنحضر الاكل خلاص هنتغدى نروح عاملين الصوص مثلا يبقى جاهز ودي متحمره فنحطه فيها تغلي غلوه وخلاص وندفي عليها. بجد هتجربوها، بجد هتعجبكم ان شاء الله. والموضوع مش مكلف، يعني نجرب حتى في كوز ذره، يعني اللي هو قلقان يجرب في كوز ذره، يجيبه ني من الناس اللي هي بتبيع الذره دي ويجرب. موضوع بسيط ولا مش مكلف ولا اي حاجه، واكله طعمها حلو. ولو مثلا عجبتكم الوصفه ممكن ان انتوا تجيبوا الذره بعد كده وتحطوه في الفريزر، بس مش الذره اللي هو الحلو السكري، لا الذره المشوي اللي احنا بنجيبه من طيب انا اهو معايا كوبايه عصير الطماطم، تمام اهي، ومعايا فصين الثوم مهروسين هنزل بيهم كده، تمام. حضراتكم الصوص هيتسبك، تمام، وبعد كده ارجع اوري لحضراتكم لما يتسبك هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعت لحضراتكم تاني عشان نكمل موضوع الكفته. عملتها خلاص، كمان عملت معاها رز اهو بلسان العصفور، تمام. جربوها وبجد والله ان شاء الله هتعجبكم. وكمان قطعت معاها عودين كزبره خضراء في الصوص، بيدي طعمها حلو طبعا، لان هي فيها طبعا خضره وكده. كمان برضو للأمانة عشان تبقوا عارفين ان هي انتوا لما تيجوا تضربوها ما تضربوهاش تبقى ناعمة قوي. ليه؟ لان اللي طبعا الذرة فيه مية، فاللي هي تبقى ما بين البنين، لا هي ناعمة ولا هي خشنة. كمان في حاجة ممكن تعملوها، لو انتوا عايزين تعملوا مزيج
يعني مثلا ممكن نحط مثلا بدل الدقيق ممكن نحط معلقتين دقيق كفته اهي، ممكن نحط معلقتين دقيق ومعلقتين شوفان ومعلقه نشا مثلا، يعني نعمل مزيج بين الثلاثه يعني. بينفع برضو، بيبقى حاجه كويسه. بس طبعا ما نحطش رز، لان لو حطينا رز الرز طبعا هيزيد وهيفرش وهيبقى ايه الكفته هتبوظ، فمش هتبقى حلوه قوي. بجد اتمنى ان انتوا تجربوها، لانها هي بجد جميله جدا، طعمها حلو، و بجد هتحسوا ان هي فعلا طعمها حلو. وجربوها، يا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.